الإرهاب. سنذهب إلى المحلة، مراسلنا سامي جاد الحق من هناك. سامي أهلا بيك. أستاذ وائل، من شارع شكر القوات بمدينة المحلة أحييك وأحيي مشاهدينك الكرام. أستاذ وائل، دعني بلا مقدمة دعني أقدم لك صورة حية من مشاهد الحزن والغضب التي تسيطر على أهالي مدينة المحلة بعد الحادث الإجرامي الذي استهدف بنك الإمارات الوطني، وكانت النتيجة 4 من الشهداء بالإضافة إلى 11 مصابا بالمستشفى العام، بينهم حالتين خطيرتين. أستاذ وائل، الجميع في مدينة المحلة اتفق على شعار واحد، الجميع يرفض الإرهاب، الجميع ضد الإرهاب، وما زلنا نحقق في هذه القضية. أستاذ وائل، دعني أطرح لك علي أطرح على 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 حضرتك شهادات بعض شهود العيان في مدينة المحلة. أتعرف بحضرتك؟ مهندس محمد ابراهيم غدي. احكي لي روايتك عن الحادث الارهابي الذي وقع بالامس. اللي حصل بالظبط ان انا كنت متوجه لبنك الامارات ابو ظبي هنا عشان اصرف منه فلوس، والحمد لله يعني كان الانفجار حصل قبل ما انا اوصل له ب 20 متر بالظبط. اللي شفناه سمعنا صوت شديد جدا، فجاه لقينا الازاز كله بيتكسر من ضغط الهواء، وشفنا الدم بيتدشر في كل حته ورجول بتطير، ومنظر فظيع، منظر بشع جدا، ما فيش بني ادم بيستحمله. ده عمل اجرامي شنيع. إيه لو كنت هسيادتك امبارح شفت منظر المدينه هنا، ما كانوش خايفين ان في قنبله تانية او كده. الناس كلها جاد، الناس كلها جاد، وقفت جنب الشهداء وشالتهم وراحوا بنك الدم، وقدرنا ان احنا نجمع دم في صوره يعني كنا امبارح، واحنا امبارح في المستشفى بعد بنك الدم لما جرينا هناك لقينا مدير المستشفى والناس طلعوا لنا بيقول لنا مفيش قرب للتبرع بالدم، واللي عايز يتبرع يجيب دم. وهنا في ناس كتير عندنا اتبرعت، اهل خير وطلعوا وتبرعوا بالدم. يعني قمه في الاهمال لما يبقى في حاله زي ديت وما نلاقيش ان احنا قرب دم. شباب المحله عندهم حاله غضب من ما حدث، غضب شنيع، غضب شنيع، والناس هنا كلها مستاءة جدا. انا عايز اقول لسيادتك ان المحله كانت شراره الثوره، وعايز اقول لك ان هي هتبقى برضه مقبره لنهايه الارهاب. احنا بندين اي عمل ارهابي واحنا ضده تماما، وهنا في حاله غضب شنيعه توصل لدرجه ان احنا ممكن الناس هنا تطلع تكسر وتعمل، بس احنا مش عايزين كده. احنا عايزين القانون يتحرك بصوره سريعه عشان يبقى في محاكمات عادله سريعه، الناس تشفي غليلها، لان دي كلها مؤامرات بتستهدف مؤتمر اقتصادي جاي، وعايزين يوقعوا المؤتمر الاقتصادي، والمؤتمر الاقتصادي مش هيقع، وكلنا ورا البلد، وان شاء الله البلد تعدي لبر الامان، وان شاء الله نجيب حق الشهداء اللي ماتوا. اشكرك استاذ وائل. دعني اطرح لك احد المواطنين، اتفضل. انا اسمي احمد شتا، كنت حاضر امبارح وشايف الواقعه، كنت قاعد في كافيتيريا. تقول ايه عن الارهاب؟ لا، ما حدش راضي عامه الارهاب، احنا كل ضد الارهاب، احنا لازم ناخد موقف، وموقف جامد وحاسم، لازم يكون في موقف جامد وحاسم على اساس ان كده البلد بتقع. لازم ناخد موقف، وبطالب بالناس المسؤوله في البلد ان انت في المحاكمات لازم يكون في محاكمات عادله وعاجله كمان، على اساس ان الشعب غضبان. احنا هنا في المحله عندنا مبدا ماشيين بيه، في مصر عامه القنبله لما بتفرقع في اي دوله تانية كله بيبعد عنها، لا الناس كلها متكاتفه، الناس كلها واقفه، الناس تجمعهم، الناس حاولوا ان هم ينقذوا المصابين، نحاولنا نبرع بدم جميع الاهالي، ما سيبناش، لان احنا باذن الله في ترابط ما بين المحله مصر، في كل حته في ترابط. فاحنا بنطالب بسرعه المحاكمات، ويا ريت دي رساله توصل للمسؤولين، واحنا عاوزين نوصل رساله للعالم كله، مصر في ترابط الى يوم الدين، مصر فيها ترابط الى يوم الدين. استاذ وائل، دعني اطرح عليك احد الاطباء الذين عالجوا المصابين في المستشفى ليروي لنا شهادته. طبعا تعزية الاول للضحايا، لاسر الضحايا. اول حاله بدانا نستقبلها عن طريق الاسعاف، ديت كانت حاله وفاه اللي هو المجند مصطفى. احكي لي مشاهد الدم اللي شفتها. طبعا هو اصعب مشهد، كان واحد جاي رجله مبطوره، وده كان لازم نتم التعامل معاه، فكنا كنا سايبين طبعا الرجل ديت في اول غرفه العمليات، كنا لازم نتعامل مع الحالات كلها، كانت الحالات بتيجي بسرعه كلها ورا بعض. كان الحمد لله كل الاطباء كانت موجوده، مدير المستشفى كان موجود. نوعيه الاصابات كانت ايه؟ في اصابه، كان في بتر بالساقين،
في اصابه بتر بالساق اليسرى، ده اسمه امجد، وده كان عنده كمان نزيف داخلي. في عندنا اللي هي حاله الوفاه مصطفى، في اللي هو بتر بالساقين ده اللي هو عبد الكريم دوت، حاليا دلوقتي في غرفه العنايه المركزه، ده محطوط على جهاز الفنتليتور او اللي هو جهاز التنفس الصناعي بعد ما تم بتر ساقيه. في حالات كسور، في يعني ما بين كسور وما بين بتور، هي الحالات دي. معنى كده الانفجار كان قوي؟ الانفجار كان قوي، حتى الشظايا اللي كانت بتيجي في الرجل، يعني في واحده اسمها شيماء كان في شظيه في رجليها، يعني مع ان حجم الجرح مش كبير بس كان باين خالص ان كان في كسر. هل كان في نقص دم زي ما الناس بتقول؟ لا، ما كانش في نقص دم ولا حاجه، والكميه اللي كانت موجوده احنا كنا محتاجين كميه اكبر، لان احنا الحالات في نزيف كامل، يعني في اللي هو الحاله توفت النهارده اللي اسمه ابراهيم ماشي، اللي هو تبع القوات المسلحه وكان نازل اجازه، ده كان عنده نزيف من الشريان في رجله، فكان لازم نديله كميه دم كبيره، لدرجه ان احنا كان دكاتره التخدير كانت شغاله بوضعيه السرنجات يملوها وندي دم بسرعه عشان نقدر ننقذ المريض. هذه الحالات استقرت ام في حالات حرجه لسه؟ لا، لسه عندنا في حاله حرجه حاليا دلوقتي في العنايه المركزه، اللي هو عبد الكريم، اللي هو يعني ممكن يتحول او يحصل حاجه. في عندنا برضه حاله عنده نزيف داخلي اللي هو امجد، وعنده بتر في الساق اليسرى. بقيه الحالات مستقره وبقيه تم التعامل معاها كلها. هل هناك حالات تستدعي النقل لمستشفى القوات المسلحه ام ان لا، معظم الحالات تم التعامل معاها وتم التعامل معاها بسرعه. اشكرك استاذ وائل، دعني اقدم لك صاحب احدى السيارات التي انفجرت ضمن ثلاثه سيارات كانوا امام البنك. اتعرف بحضرتك. مهندس احمد الوزان، والعربيه ديت انا راجل باكل عليها عيش. العربيه دي بتاع واحده ست ساكنه في المكان ده، ساكنه في المكان دوت، بتربي بنت يتيمه، وانا واخد العربيه ديت منها وماضي عليها. وقفت العربيه عشان تاني يوم اجي اخدها، جيت لقيت العربيه. يعني مش عربيتك؟ لا، العربيه مش بتاعي. انا راجل باخدها من واحده ست عندها بنت يتيمه باكل عليها عيش، والست دي مضياني على العربيه ديت. انا دلوقتي مش عارف اعمل مع الست دي ايه، فانتم يعني اقفوا معانا. كانت موجوده قدام البنك، يعني ايه سبب وجودها قدام البنك؟ الست صاحبه العربيه ساكنه جنب البنك، وانا كنت مجوشها لها هنا عشان تاني يوم اجي اخدها بمشوار بتاع بس. العربية حالتها ايه دلوقتي؟ ايه؟ العربية حالتها ايه؟ ما عادش في عربية. الدنيا بايظة. مفيش عربية. بص، احنا حضرتك يعني واقفين هنا في المحلات اللي هنا في الشارع، محل يورو، أول ما سمعنا الانفجار جرينا لقينا المصابين كلهم يعني رجليهم متقطعة كلها، وناس كتير قعدنا نشيل فيهم الإسعاف. الإسعاف جت إمتى؟ الاسعاف جت في ساعتها على طول بصراحه، والدنيا كلها حضرت. تم التعامل مع الموضوع بجديه ام؟ ايوه، تم التعامل مع الموضوع بجديه، وحتى جت عربيات اسعاف كتير يعني. وقعدنا نشيل المصابين، وحتى قعدنا حتى نجيب حتت كده منهم كده من على الارض. شعب المحله ما بيخافش، وباذن الله شعب المحله ما بيخافش. يعني احنا عايزين نوصل رساله قوي، شعب المحله ما بيخافش، المحله ما بتخافش، وحسب الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده. حسب الله ونعم الوكيل كمان مره. بقول لك ايه، عايز انا اقول حاجه قول للرئيس كلمه للرئيس والنبى. حضرتك حطيت الطبان الخرسانات للإقسام وللمحاكم ولده، حبا في الجيش وحبا في الشعب، وخبر حضرتك. فطبعا اللي هما بيعملوه ده، وخبر حضرتك لما لقونا سدينا قدام الإقسام، والمحاكم الطبان الخرسانات. احد اصحاب المحلات يا استاذ محمد. استاذ وائل، هل تسمعني يا استاذ وائل؟ هل تسمعني يا استاذ وائل؟ استاذ محمد كسامو، عايزين نسمع الناس. كمل الناس. احنا ما بنخافش من اي ارهاب. عايزين سندوتشات كنابل، احنا المحل عايزين سندوتشات كنابل. مش استاذ وائل، اسمعني. خلي الناس تكمل يا سامي، خلي الناس تكمل. محل رجاله وما بيخافش من ارهاب. طنط بقطر، طنط بقطر وتركيه مش هيعملوا حاجه. احنا ما بنخافش، احنا معاك يا سياده الرئيس، معاك يا سياده الرئيس، شعب المحله كله معاك يا سياده الرئيس، وما بنخافش لا من الارهاب ولا من كده الارهاب. طز في الارهاب، طز في الارهاب، طز في الارهاب. احنا الاخوان، الشعب يريد احنا الاخوان. قول
اختفى مراسلنا سامي عبد الحق في وسط المواطنين الثائرين الغاضبين كما شاهدتم وكما استمعتم. صيحات الغضب تنطلق في كل مكان. إذا كان الإرهابيون يعتقدون أنه ده هيخوف الناس، المشهد زي ما أنتوا شايفينه بيزيد الناس غضبا وحدة وتماسكا ومطالبة باتخاذ إجراءات أقوى، وبالتالي المشهد يعبر عن نفسه. قنبلة في المحلة في أي مكان لن تؤثر في المواطنين، هتزيدهم تماسكا وصلابة، وهتلاقوا الناس كل يوم كل يوم جماعة الإخوان الإرهابية تكتسب عداء جديدا، وهي الحقيقة اكتسبت العداء الكبير بعد سلسلة العمليات الإرهابية التي نفذتها منذ فض اعتصام رابعة. لكن كل يوم هتلاقوا كل بيت يفقد شهيدا، يبقى فيه مصاب، كل هذه البيوت تزداد تصميما على مواجهة جماعة الإرهابية.